روشان جيب له كاسة عصير لأنه التوتر ما رح يناسبه هلأ. ليكي اوعك هلأ تفكري انك أحسن تسكت. يلي فيه صرخ بس أنا بهذا البيت، فهمت؟ أنت ليش مغرور هيك؟ شو مفكر حالك؟ إنه فيك تنافس شوريا بكل بساطة؟ هو بيستأجر السخيفين يلي مثلك ليدافعوا عنه. ليك إذا بدك تهزم شوريا لازم تعرف تتصرف منيح، ما هيك رح تضيع مع فاندانا زوجتك، وقت شوريا رح يستسلم فورا ويتركك تعيش بسلام. ولحتى تقدر تقنع مهيك لازم تعرف منيح كيف بدك تعمل رابط معه. مهيك مرة كتير تقليدية، بس تتزوجوا ما رح تقدر تبعد عنك، وتأكد رح تحافظ عليك وما رح تسمح لأي حدا يأذيك. أنت ساعديني حتى أقنع مهيك تسمح لي أتقرب منها مو أكتر. أنا بوعدك أني أعمل كل اللي بدك إياه. بس مشان يصير كل هاد أنت لازم تخلي نيف بعيد عنك، لأني خايفة يساوي لنا شي مشكلة كبيرة بالعرس. كمان 3 من رجالي رح يكونوا موجودين طبعاً مشان يتأكدوا أنه ما في ولا أي غلط رح يصير، لأنك بتعرفني أنا ما بوثق فيك. خلص لا تقلقي، أنا بوعدك أتأكد أنه كل شي رح يكون لصالحنا نحن الاثنين سوا. هاد طوق العرس له قيمة كبيرة عند العروس، بس تحط الطوق خلص أكيد رح تخليك تتقرب منا يا ماندار. مهيك مهيك شوريا.